ناشد المحسنين، انا واحد المراه ضعيفه وما عنديش وعندي السكر، ضرب لي العوينات واحد العين تفرقوا عليا فيها العروق. وملي شفت الطبيب، الطبيب شافني الله يكثر خيره وقال دار معايا باش ندير واحد التحليلات، ودرتهم كافحت ودرتهم، ملي مشيت لقى عندي السكر اللي طالع، اخرين مزيانين الحمد لله. ولكن ملي بغيت نرجع عنده القد السكر ديالي ونرجع عنده، تفاجأت بواحد المرض اخر، مرض جاتني جاني المفرية. ودابا انا ما حيلتي المفرية، ما حيلتي العوينات اللي مشاو ليا، رجلي تقالوا عليا. ودابا انا ملي مشيت رجلي تقالوا تنفخوا، وليت كنتوقف. مشيت اليوم عند الطبيب ديال القلب، ها الطبيب ديال القلب خرج ليا الدواء لكن الغالب الله، وقال لي غدير واحد التلفازة، وديك التلفازة دار غير 16 فريل وما قديتش عليها. انا ما عندي لا لانتريت لا خرصاق لا مدخول لا ولاد، عندي واحد الوليد يلا عدو 14 عام متسبنيه، هو اللي راه مسكين كيدق ليا البراق ولي كيجيب ليا ما ناكل، والحمد لله. واللي بقيت فيه وشافني لهذا الحال وقيت فيه رانا زيد في 68، باقي باغي نكبر داك الوليد، و جات الموت مرحبا بيها، كانت تكسب ليا العيش راه غنعيش، واللي بغى يعاوني مرحبا بيه، ولكم أجرا عند الله. هذاك الوليد لما كنت ما وكلته ما ياكل، لما طيبت ليه ما ياكل، راه يلاه 14 عام وبقي هو صغير وبقي ما يعرفش يشعل البوطك. المهم اللي بقيت فيه وبغى يشوف من حالك يجي يعاوني مرحبا بيه، والله يكثر خيرهم والله يخلينا في صحيحتهم وضو الدنيا وضو عويناتهم. هادشي اللي نطلب انا، درت الليزر العين الاخرى اللي صحيحه وما صدقش ليا، كافحت معاه بعت حويجاتي بعت معيناتي، ولكن درت الليزر العين اللي قلت باغا نبقى نشوف بيه وساعي ما صدقش هي، رجعت بحالها بحال الاخرى. وهادشي اللي كاين، اللي مشيت عنده انا شخص ليا المرض قال لي راه عندك العروق فرقع لك في واحد العين والعين الاخرى راه غادي يدوز ليها المرض، هو اللي صيفطني كتب ليا صيفطني لعشرين غشت، مشيت لعشرين غشت وشفت الطبيب، ولكن السكر ديالي باقي طالع، وتصاب عندي هاد المرض هو اللي خلاني ما نقدرش دابا ندير العمليه، ما يمكنليش ندير العمليه وانا عندي القلب، خصني نشوف نداوي القلب، الا ما داويتش القلب ما عندي حتى حاجه، يعني راه غنبقى هكاك.